طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية في قطاع النقل والطرق، نهضة شملت كافة المحافظات في 10 سنوات من العمل، أسفرت عن إنشاء طرق، محاور، كباري وأنفاق جديدة، مع رفع كفاءة طرق محلية بآلاف الكيلومترات. تم إنشاء 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة ليصبح طول شبكة الطرق 30000 ونصف ألف كيلومتر، مع تطوير 10000 كيلومتر من الشبكة الحالية، وإنشاء 13 محورا جديدا، وإنشاء 935 كوبري ليصبح عدد الكباري 2435 كوبري ونفق، مع رفع كفاءة 41000 كيلومتر من الطرق المحلية. من المقرر وبحلول عام 2030 أن يتم إنشاء 3000 كيلومتر طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 33.5 ألف كيلومتر، مع تطوير 4000 كيلومتر من الشبكة الحالية ليصبح الإجمالي 14000 كيلومتر، وإنشاء 21 محور جديد لتصبح عدد المحاور 72 محورا، مع إنشاء 365 كوبري ليصبح عدد الكباري 2800 كوبري ونفق، كما سيتم رفع كفاءة 34000 كيلومتر من الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة. من بين الطرق التي تم تطويرها طريق الصعيد الصحراوي الغربي، الطريق الدائري، طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، طريق سفاجة مرسى علم، وإنشاءات جديدة مثل طرق الجلالة، طنطا، الصنطه، زفته، شبرا بنها الحر، والطريق الدائري الاقليمي ومحور 30 يونيو وبني سويف الزعفران. في يونيو 2014 وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل المسافات البينيه بين محاور النيل الى 25 كيلومتر لخدمه المشروعات التنمويه والمجتمعات العمرانيه الجديده، بانشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكه الطرق شرق وغرب النيل، وليس مجرد كوبري على النيل فقط مثل محور كلابشه، جرجه، بنها، قوس، سملوط وغيرها. كما تم ايضا انشاء 28 كوبري اعلى المزلقانات، تم انشاء 907 كوبري ونفق على الطرق الرئيسيه، مع رفع كفاءه شبكه الطرق المحليه وطرق المبادره الرئاسيه حياه كريمه. في عام 2023 تم انشاء وتطوير ورفع كفاءه 3000 كيلومتر. نفذت وزارة النقل عدد هائل من المشروعات القومية على مدار 10 سنوات، منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم شملت عدة قطاعات، منها المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع الطرق والكباري التي تم تنفيذها بتكلفة 530 مليار جنيه، ويهدف تنفيذ المشروع القومي للطرق إلى ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على الطرق طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية. أيضا شهدت الطرق عدة مشاريع مثل إنشاء الكباري العلوية والأنفاق بهدف حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان من خلال إلغاء التقاطعات السطحية على الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديد، بإنشاء الكباري أعلى المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات أعلى الرياحات بديلا للمعديات. نقطة مهمة أيضا في ملف الطرق وهي طرق مبادرة حياة كريمة، ففي إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تطوير ورفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقرى المدرجة بمبادرة حياة كريمة بعدد 52 مركزا في نطاق عدد 20 محافظة لتقديم خدمات متميزة لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري كأحد أهم أهداف المبادرة. وتم التخطيط أيضا لتطوير ورفع كفاءة الطرق بإجمالي أطوال تصل إلى 2900 كيلومتر، وتم إنجاز 500 كيلومتر منها 286 كيلومتر في الصعيد و 214 كيلومتر في إذا طفرة كبيرة شهدناها، رصدنا تفاصيلها مع حضراتكم في هذه التغطية لتكون شاهد على هذه النهضة الاقتصادية الهامة والكبيرة. شكرا جزيلا على المتابعة، وإلى اللقاء.